خلصت العربية؟ والله يا احمد بيه انا خلاص قربت اخلص. العربية بقى لها 5 ايام عندك. والله العظيم كان عندي جلسات كيمياء وانا اسف. انا مالي بتعمل جلسات وانا ما بتعملش؟ ايه يا استاذ احمد انا هتكلم معاك. ايه القرف ده يا عم؟ خلصت العربية. انا هتكلم معاك. ينفع عميت عمو ده يا ريت؟ والله العظيم ما اخد جلسات تانية يا استاذ احمد. بص احنا كلنا جمعنا لك في الشركة فلوس الكيماوي ويا ريت تاخدها مني. بس ربنا يخليك انا مش محتاج اي فلوس. انا والله ما هاجز تاني وهبقى معاكم على طول. بس انا محتاج الشغل. مش هينفع خالص الفلوس. ان شاء الله تلاقي رزقك في حته احسن. يا اختي انا ماليش غيرك دلوقتي، محتاج بس 5000 جنيه عشان جلسات الكيمياء بتاعتي. هحاول اقسم بالله. وحشتيني قوي. انا زعلان منك عشان انت ما بقتش تشيلني على كتفك زي الاول. حقك علي انا اسف. ازيك يا علي؟ تعالى ارحب عايزك. ثواني. هو ايه اللي جاب البني ادم ده هنا؟ بني ادم ايه ده اخويا؟ انت مش شايف اللي هو تعبان ازاي؟ لازم نساعده. بقول لك يا رحاب، احنا اللي فينا مكفينا واحنا مرضانين لوحدنا، مش قادرين نساعد حد. لازم يمشي من هنا دلوقتي، اتصرفي. ايه ده وانا ماشي؟ لو ما مشيش دلوقتي هتمشوا انتوا الاثنين، اتصرفي. حاضر حاضر، اهدى بس. طالما انت مش واثقه فيها دكتوره يبقى نفضها احسن. ايه يا احمد اللي انت بتقوله دوت؟ على فكره احنا اخوات، وبعدين انا ما قلتش حاجه غلط، انا بس بسالك عن حقي. حقك يبقى نفضها احسن وكل واحد ياخد حقه. عرفت اللي من دم رميتني علشان خاطر جوزها. انت تعرفش ايه ظروف اختك يا وليد، ما تزعلش منها. مهما حصل مش هزعل منها، انت برضه اختي. منها انا دلوقتي ماليش غيرك، اقفي معايا وجنبي لغايه لما ربنا يكرمني. انا متعشم في ربنا خير. وليد انت بتحبني صح؟ انت عارفه انت عندي ايه كويس. بتحبني الخير؟ طبعا. انا مش هقدر اكمل. اتحبي عشان بالعين ما شفت ايه اللي متخبي. يا ريت قلبي اللي حبك موت ده خباله ان حبك موت واني كنت جنبي كنت مش. انا ليه خلاني انزل بالبالطو؟ يا رب يا رب ماليش غيرك يا رب. كرسي كبير من العلاج عشان تبقى كويس. في ايه يا عم ما كلمتك؟ انت اخلص ولا ايه؟ انا كنت شغال ورفضوني من شغلي عشان مرض السرطان اللي عندي، كل القريبين اللي مني سابوني. انا عايز امشي. لا لا على فكره حالتك ابتدت تتحسن قوي. يعني ممكن اكمل يا دكتوره؟ يا عم بقى العمار بيد الله. عارف يا وليد ملامحك حلو قوي، بس لو عندك حواجب تخيل كده حلو قوي. حلو ده على فكره ممكن اعملها لك بالميك اب بجد والله. ما اقول لك على حاجه، طالما بقى تعملها بالميك اب اعملها لي سخن عشان ابقى اجمل. دموعي تنزل غصب عني وقالت لي دخلت حياتي في وقت كنت ضعيفه فيه. اختي وحشتني قوي. وانا كمان اخويا وحشني، بس ام طمع هو اللي عمل فينا كده. انا اختي ما كانتش طماعه، بس جوزها بقى. بقول لك ايه، هو انت مش كنت شغال في ورشه وشاطر كده؟ بيقولوا صلح لي عربيتي. تعالى اديك انجكشن ولا كربوهيدرات؟ انجكشن. سيبك من كل ده، انا هعمل لك مفاجاه. اختي ليه عملتي كده؟ كنت تسالي عليا. والله غصب عني انت عارف. طلعت قرد بقى. شفتي بقى؟ طب بقول لك ايه، انا بابي كان عنده مشروع كده كبير وورشه، بفكر افتح واحده زيها. وهتسيبي المستشفى؟ لا، المشروع ده هيبقى ليك انت. انا تعالى. في واحده صاحبتي كانت عايزاك تصلح لها عربيه. ماشي حاضر. بقول لك يا مرة، نعم. مش حابه تقولي ايه؟ خلاص ها هموت وراني؟ لا 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 بعد الشر. انا مصدقت لقيتك، انت عوضتني عن حاجات كتير قوي يا ودي. عارفه ملا، انا مش خايف من الموت، انا خايف ما اشوفكش تاني. لا احنا هنكمل، احنا هنبقى مع بعض، ربنا كريم قوي. وليد
المرام ايه؟ المرام اللي كان عندك. انت بتتكلمي بجد؟ اه والله العظيم. مش مصدق نفسك. الحمد لله رب. انت السبب. مالك اختك حبيبتك؟ هو انت لسه فاكرني؟ انا بجد يا ملك انا طمعت، وعشان انا طمعت فعلا خسرت كل فلوسي. ايه ده؟ انت؟ انا مش فاهمه حاجه. خلصت العربيه؟ والله يا احمد بيه انا خلاص قربت اخلص. العربيه بقى لها 5 ايام عندك. والله العظيم كان عندي جلسات كيميا وانا اسف. انا مالي بتعمل جلسات وانا ما بتعملش؟ ايه يا استاذ احمد انا هتكلم معاك. لو سمحت هي مش دي ورشه عربيات؟ انا بدور على شغل هنا. في شغل؟ ايه ده؟ وليد؟ صدق نفسي انا انكتب لي عمر جديد على قدكي. فاكره لما كنت في الشارع وانت لحقتيني؟ على فكره انا كنت لوحدي وانت جيت كملتني. انا بحبك قوي يا دكتوره قلبي. وانا كمان شفت لما حبك تعبت بقى شكلك قمر ازاي. بس صحيح انت جايبني هنا ليه؟ اقول لك دلوقتي جايبك هنا ليه. يا هنا لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافيه وعايزه لك كل خير.